السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نوريكم هاد البلاصه اللي كانت بلاصه خاويه، يعني عباره عن خلاء. راهو شارع دريس الحارثي من عند الترامواي و لاسينيسيس ديال البركه. هاد البلاصه راه جات في شارع جودار، بغاو يبنيو فيها شي بحال شي حاجه ديال السبور، شي سونطار ولا هذا. البلاصه على الاقل شويه يعني الدار حيت ما مشى بزاف، راه تيحيدوا من هذاك الشيء وغادي يديروا واحد الدار. كما غادي تبان لكم التصويره في الاول، راه دايرين الشكل ديال هذيك البنايه اللي غادي يديروا، وتكون قضيه مزيانه هنا الصراحه. هاد البلاصه خاويه، من فيها كانوا حاشاكم فيها غير الحمير، ولكن دابا الحمد لله غادي تنقى وغادي تقاد، حيت هاد البلايص اصلا خاويين هنا. يلا ما يستغلوا يديروا فيهم شي حاجه اللي تفيد الشباب، وقيلا يديروا فيهم شي حاجه ديال يعني ديال السبور. وهذا راه شارع جودار، يعني المجموعه 5 والمجموعه 6، وهذا الشيء اللي كاين. والله يعاون يعني.